يحاول فيها تحت الغاء. يا سلام يا زياد على المرور على السحبة، ديميرال على العرضية يا سمحان، مستحيلة لكن ما زالت، لكن ما زالت، لكن ما زالت. الله 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 الله، العازف يظهر، العازف يسجل، إنه يعزف بأهدافه ولا يعزف عنها، ولا يعزف عنها. ومن غيرك يا فراس، ومن غيرك يا فراس، إنه يتأهب وينتظر ويسجل ويقترب، لا يتركها أبدا، لا يتركها. حتى الآن فراس في مكان سليم، حتى الآن البريكان في مكان سليم، دائما في المكان السليم. الرقم 20 اقترب من الهدف، رقم 20، أهدافك تقترب من رقم قميصك. 1-0 بعد تصويبة، بعد تصدي. لم يتأخر الأهلي يا إسلام، لم يتأخر، لم يعد هناك الكثير في الدوري، لم تعد الأسابيع بالتأكيد. شوف فراس البريكان، وهنا سيطرة الأهلي، استحواذه، تحكمه كان واضحا في شوط المباراة الأول. بدأوا الشوط بهدف وينهون الشوط بهدف، وينهون الشوط بهدف. إنه النادي الأهلي لا يمكن أن يفرط بالمركز الثالث، أمامهم دور النخبة، وإنهم من بين النخبة، من بين النخبة. يا سلام يا زياد، اسمك زياد، وهذه الزيادة، هذه الزيادة، هذه الزيادة المطلوبة، هذه الزيادة. لما تزيد، لما تصير مهاجم ثاني، لما تتصرف، لما تشوف إنهم يبدأون الشوط بهدف. لكن شوف فراس، يا فراس مزاجك عالي، مزاجك عالي. هذا الأسف لازم يختم من عبد الباسط، الأقدام اليسرى، إنه هدف الأقدام اليسرى، من يسرى عبد الباسط، من يسرى فراس إلى يسار زياد، هدف الأقدام اليسرى. يا زياد يا زياد، الله على النادي الأهلي. هدف ثاني، اقفز يا يا إسلام، اقفز. الهدف الثاني، واحتفالية زياد الرجالي، اللاعب الوسط اللي زاد فيها. لكن شفت فراس البريكان، شفت مساهمته، شفت في مكان إلى عبد الباسط، عادت إلى سمحان، سمحان الله على السحبة، سمحان الله على الوقفة، على التمريرة، فيرمينيو الكرة، الله 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 الله. إننا لا نفتقد ماكسي أبدا، إنك تسجل وتصنع وتفعل كل شيء يا سمحان، يا سمحان. هدف لم تستحقه فقط، بل انتزعته، بل انتزعته. لا تقف في وجه سمحان اليوم، لا تقف في وجه سمحان النابت اليوم. سيسجل، 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 سيسجل. حاول مرتان، حاول مرتين، حاول مرة ثالث. إننا لا نفتقد ماكسي، هل تريد أن تقول لنا ذلك؟ لقد نجح، لقد نجحت يا سمحان. ثلاثة لا شيء، الثالث من أجل الثالث، من أجل الثالث. بالنسبة للنادي الأهلي، وقف ومر ومرر واستلم والتو مع فيرمينو وصوب، والكرة بعد ذلك تصل إلى حارس المرمى وتعود من سمحان في شباكه. احتفل يا ياسر، احتفل. المكسب كبير، الصعود والتاهل ليس بالامر الهين ابدا. الفريق للمدرب والباحث ايضا من خلال عن اضافه هدف رابع. يا سلام الان على فهد الرشيدي، فهد الرشيدي اللي يحاول فيها المحاوله، بتصل والكره العرضيه، والكره وصلت الى رياض. الله على التمريره، الكره والتصويب، الله. الأهلي بين النخبة، الأهلي بين النخبة، بين النخبة. وهذا هدف نخبة، هدف نخبة، من الاستلام، من التمريرة، من الوقوف، من الإنهاء. إنه يسار الأهلي ومسارهم، إنه خيار الأهلي وقرارهم. إنه المحارب، إنه الذي لا يترك الواجب. يا رياض يا رياض، هدف نخبة، هدف نخبة. والأهلي بين النخبة، الأهلي بين النخبة، في مكانه. يا للكرة، يا للتمريرة، يا للوقوف بعد ذلك من كيسيه. رياض محرز الأكثر مساهمة ما بين الصناعة والتسجيل، إنه يسجل هدفا آخر ويصنع أهدافا أخرى. إنه يسجل،
عدت الكرة، عدت الكرة لضفة أخرى، الكرة بترجع مرة أخرى، والكرة العالية والاستلام، ما زال هناك خامس. الله الله، لم يكن في أذهان قبل حضوره هنا، لكنه أصبح كذلك بعدها. هذا الفئتين في النادي الأهلي، والهدف فئتين في النادي الأهلي. آخر طرف، آخر متعة. اسمح لي يا جمهور الأهلي، في الدقائق الأخيرة كيسيه يشارككم النجومية مع محرز. شوف اللقطة، شوف، انظر إلى محرز، شوف التثبيت، يعيد الهدية، شوف الركنة. مستحيل الكرة، 10 أهداف. اللاعب الذي يأتي إلى هنا، يا سلام يا محرز، يا سلام على الإنهاء. أيهما أجمل، أيهما أحلى، الصانع أم الهداف، المدرب أم المدرب؟ يا للقطة يا كيسيه. الرئيس، الرئيس، دائما نقول القرارات الكبيرة. خلي يجربون حظهم الآن، خلينا نشوف بدي على الأقل تتصدي، بتصدي ولا شيء. تصويبة قوية، هدف لياباناسي، ويقطع إجازة بدي في هذا التوقيت. يا للهدف، خسر أبا ولكن فاز هذا اللاعب بهذا الهدف الجميل جدا، بكرة تقطع إجازة مدي. يا مدي، يا مدي، كنت أقول بأنك مرتاح في الشوط الثاني، لم يسأل عنك أحد، فإذا بكرة تسأل عنك. يا للتصويبة، يا للتسديدة، يا للإنهاء، يا للسعد، يا للسعد بكير، هذا تخليه احتياط، هذا تخليه احتياط. يا للهدف.